وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، اللي الحقيقة طوروا في مفهوم العمل الخيري واتبنوا في البداية فكرة رائدة في عمل وحفر أبار المية وتوصيل المية للمحتاجين، وبعد كده الموضوع كبر وعملوا وطوروا محطات المية، وما شاء الله بفضل ربنا ثم ثقة المشاهدين اتوسعوا كمان في عمل الخير بمفهومه الشامل، قوافل بر وقوافل طبية وعمليات وإطعام وتسقيف بيوت وغيره وغيره، كل ده زي ما قلت بفضلكم مشاهدينا بفضل دعمكم والصدقات. وبرحب بضيفي استاذ عزت طاهر المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ دعاء، ربنا يكرمكم بجد على كل المجهودات اللي بتعملوها في المؤسسه. الحمد لله، وده طبعا بفضل ربنا وفضل ثقه المتابعين الدايمين معانا وبيسندونا دايما في اي مشروع جديد بنحطه. يعني احنا زي ما كنت حضرتك بتقولي ان احنا اول ما بدانا كنا بدانا في الابار ووصلات الميه، وعملنا عدد كبير جدا 2020 الحمد لله 630 بير في مرسى مطروح بمساحات مختلفه باشكال مختلفه، عملنا اكتر من 2000 وصله ميه في الصعيد، حاجات كتير جدا الحمد لله. كنا دايما بنكون واثقين في ربنا لان احنا نيتنا خير، وواثقين في المتبرع نفسه اللي هو بيدور على الصدقات الدايمه او المستدامه. فاحنا ده اكبر حاجه احنا بنشتغل فيها في المؤسسه عندنا هي المشاريع دي، ان هو ازاي اعمل مشروع يدي الثواب والفرحه في قلوب اهالينا ويدي للمتبرع نفسه الاستدامه في الصدقه اللي هو بيعملها او اللي هو بيدفعها. يعني الابار زي ما قلنا كتير جدا ان هي بتقعد اكتر من 100 سنه، وكمان بعد ما شفنا الابار بتاعه الرومان فاحنا بنقول اكتر من 1000 سنه وعايزه صيانات، والناس كانوا قلقانين من الصيانات، فقلنا لهم هنعمل مشروع الزيتون جنب البير علشان لو انت قلقان ان البير بتاعك ما تعملش صيانه او يجي في الصيف البير بتاعك يبقى فاضي الصدقه تقف، لا ده احنا المشروع ده بيوفر الحاجتين اللي انت كنت خايف منهم. اول حاجه بيوفر لك ان الاهالينا هناك هيبقى معاه دخل شهري يقدر من خلاله يشتري ميه يملي بيها البير، تاني حاجه هيخليه لو حصل ان هو البير محتاج صيانه برضه هو معاه دخل يقدر يصين بيه البير. طيب المشروع اصلا بتاع الزيتون ده كمان تكلفته قليله جدا، احنا قلنا عليها قبل كده ان هو 50 شجره جنب البير ب 3000 جنيه مثلا، انا النهارده بعمل بير 100 متر ب 25000 جنيه، هزود جنبه 3000 جنيه فهيبقى الاجمالي 28000، ويتعمل بير 100 متر وجنبه شجره الزيتون. ناس كتير بقى جدا بيسالونا او زعلانين بفكره الابار او مبنى الحنفيات، احنا وضحنا كذا مره ان مبنى الحنفيات بيكون بتكلفه زياده عن البير، يعني انا النهارده دفعت 25000 جنيه عشان عايز اعمل بير 100 متر، ده بيكون من غير الحنفيات. طب انا عايز ازود بقى المبنى الحنفيات بدفع 10000 جنيه عشان يوصل الاجمالي 35000 جنيه بير 100 متر بالحنفيات. طب لو انا بقى عايش غير ال 25000 جنيه وعايز اعمل البير ب 25000 بير بحنفيات بنعمله ازاي؟ بيكون المساحه 60 متر والحنفيات جنبه. بس عشان الناس كتير جدا النهارده بدانا ان احنا نسلم دفعات الحمد لله في 2021، فالناس بداوا يرجعوا لنا يا جماعه ازاي انتوا قلتوا ان كل الابار بتاعتكم بالحنفيات، ازاي اعمل لي بير 100 متر ب 25000 جنيه من غير الحنفيات؟ لا هو كل الاعلانات وكل ما بنيجي نتكلم بنقول نفس الاسعار، ان احنا عندنا البير ال 15000 ده بير 30 متر، ب 20000 بير 60 متر، 25000 بير 100 متر من غير الحنفيات. انا عايز ازود الحنفيات بدفع 10000 جنيه على تكلفه البير الاساسي الزياده بالظبط. انت بقى حضرتك بصراحه جميله يعني بالظبط، الحنفيات دي جميله بالظبط، وكانت الاستاذه ميرفت عبده كانت اتكلمت معانا ان احنا اصلا عايزين الفتره الجايه يعني المفروض من 1/2 ان احنا كل الابار بالحنفيات. ايوه خلاص، لأن مش هتعملوا بقى الابار العاديه تاني، اي بير لازم هيبقى بالحنفيات بالظبط. لا الحنفيات دي اللي هي احنا قلنا ان مواسير وموتور وحنفيات بالظبط كده. احنا يعني المفروض المتبرع بمجرد ما يتصل بالكول سنتر عندنا هيبداوا يشرحوا له ويفهموه فكره ان انا لو معايا 25000 جنيه اعمل ازاي بير يخدم الناس وكمان يبقى معايا حنفيات. هنبدا نشتغل مع بعض ان هي فكره بس ان احنا بنقلل المساحه، بدل ما هو بال 25 بير 100 متر لا احنا هنعمله لك مثلا 60 وجنبه المبنى الحنفيات. فاحنا ضمننا اولا الامان للاطفال اللي هناك، لان طبعا الاطفال كتير جدا بيروحوا يفتحوا البير فالفتحه بتاعه الفم بتكون كبيره فممكن طبعا يقع فيها اطفال، وبالفعل وقع اطفال كتير جدا حول ولا قوه الا بالله. والاهالينا برضو الناس الكبار اللي احنا بنكون حريصين ان احنا نعمل للستات الكبيره او الرجاله الكبيره هناك ان احنا نعمل لهم ابار زي دي، فالمشقه ان هو يطلع الدلو برضو صعب. لا وكمان هو ده شكل الابار الجديده اللي مؤسسه يعني سقيا الماء عملتها، ويعني اول حد عملتوها كنت رواد في الفكره دي، فخلاص هو ده شكل البير بتاعكم بالظبط. احنا هو خلاص بير قررنا ان احنا الفتره الجايه يبقى كده ان شاء الله. طيب نشوف اول تقرير خير النهارده في الاقصر وحمله حياتي مع مؤسسه سقيا الماء. Thank you.
مشاهدينا، وحبيت النهاردة ان انا اجي مع مؤسسة سقيا الماء في حملة حياة. والنهاردة احنا في الأقصر زي ما انتم شايفين، انا كده عند طريق الكباش وقدام المستشفى اللي بيتعمل فيها عمليات العيون. النهاردة الحملة مؤسسة سقيا الماء متارجتة فوق 1000 حالة تعمل لهم علاج عمليات العيون. النهاردة فوق 50 حالة بدأوا من الصبح يعملوا العملية في المستشفى، وإحنا إن شاء الله هنطلع دلوقتي ونطمن عليهم، وربنا يكرم كل حد بيساهم في الخير الجميل ده، وربنا يشفي كل المرضى يا رب. دكتور عمر برادة، استشاري طب وجراحة العيون، كلية طب قصر العينية جامعة القاهرة، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا النهارده يعني لما جينا هنا المستشفى في الأقصر قلت مش معقول همشي من غير ما اقابلك، يعني علشان انا عايزه اشكرك شخصيا انه طبعا حضرتك بتعمل العمليات النهارده 50 عمليه للعيون، يعني كده لله وربنا ان شاء الله يتقبل من مؤسسه سقيا الماء ومجهودك. ربنا يخليك، انت منورانا واهلا بيكم. و احنا الحقيقه متعودين على طبيعه العمل دي. انا من القاهره اصلا، واحنا لينا مركز خاص في القاهره، ومن قيمه تقريبا 6 سنين فتحنا مركز في الاقصر. والحقيقه اللي احنا شفناه في من تواجدنا في منطقه الصعيد انها منطقه محتاجه الى رعايه طبيه بشكل خاص. فالحمد لله بمجهود الجمعيات الخيريه زي سقيا الماء بالذات اللي معانا النهارده، وجابوا لنا 55 حاله محتاجين الى تدخلات جراحيه لتحسين النظر وعلاج الامراض المختلفه اللي البني ادم بيصيب بيها. ربنا يكرمكم يا دكتور. وانا شايفه يعني ان انتم بداتوا من الصبح من بدري، حالات كتير خلاص حضرتك عملت النهارده كذا عمليه ولسه اليوم طويل وكتير اتجهزوا يعني للعمليه. الموضوع ما بيكونش موضوع بس اجراء عمليات للمرضى، احنا بنحب ان احنا ناخد المريض من البدايه الى النهايه، ان كان الكشف على المريض وفتح ملفات طبية له وإجراء الفحوصات اللازمة، إجراء العملية طبعا ده الجزء الأساسي، العلاج والمتابعة بعد العملية. يعني احنا بنهتم ان احنا مش بس نعمل العملية، ان احنا نطمن على عيانينا لما نخلص. دي نقطة مهمة، المتابعة دي جدا ما تقلش أهمية عن العملية. دي حقيقة. وزي ما قلت لحضرتك يعني احنا سعداء، واحنا يعني حاجة تشرفنا ان احنا نبقى موجودين ونقدر انها نخدم الناس بشويه العلم اللي ربنا ادهم لنا. يعني ربنا يكرمكم يا دكتور. وانا يعني بس حبيت ان انا وانا موجوده اشكرك قبل ما امشي. شكرا نورتونا. شكرا، اهلا بيكم مطرح. السلام عليكم. ألف سلامة عليكم. ألف سلامة. طبعا انتوا بتتجهزوا للعملية، ألف سلامة، وان شاء الله تقومي بألف سلامة وكلكم كده ان شاء الله العمليات تنجح وتبقوا زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. سلام عليكم ونطمن عليكم. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير الخير وأنا كنت موجودة فيه، وأنا دايما بحب أنزل وأشوف بنفسي المصداقية والأعمال الخير على الأرض، ونزلت مع مؤسسة سقيا الماء، والتقرير ده كان في الأقصر،
في اليوم ده طبعا دي حملة حياتي لعمليات العيون. في اليوم ده اتعمل اكتر من 56 عملية، وربنا يكرم كل حد ساعد في الخير ده، لاني شفت فرحة اهالينا بنفسي يعني. يعني طبعا الصور موجودة لو ممكن تعلق. بالظبط، يعني هو حملة حياتي بس في الأول هي عبارة عن كل القوافل الطبية الموجودة أو كل المسمى الطبي الموجود إحنا بنعمله. كان الحملة دي اللي هي كانت في الأسر، كنا منزلين إحنا نعمل 50 عملية، الحمد لله ربنا قدر وعملنا 56 عملية. زي ما حضرتك كنت بتقولي، فكرة بس إن إحنا نفرح الناس دي يعني بالدنيا وما فيها فعلا. وفكرة كمان إن إحنا يبدأ يعني هي إن أنا أشوف الدنيا كده من غير غيامة على عيني، دي برضو حاجة مفرحة جدا، وحاجة أو لو قدام الأول هي حاجة مرهقة جدا عليا إن أنا أبقى شايف كل حاجة فيه غيامة قدامي. طبعا. أنا مش عارف أشوف الحاجات بشكلها الطبيعي. طبعا. فالحمد لله ربنا وفقنا ان احنا عملنا دي، ولسه عندنا 100 حاله بنجهزهم ان شاء الله ان احنا برضو هنعملهم العمليات. وكانت البدايه اصلا في عمليات العيون دي كانت مبادره نزلناها او اتكلمنا عليها قبل كده، كانت بتاعه دار المسنين. كانت من هنا طلعت ان احنا نعمل عمليات لاهالينا اللي جوه دار المسنين، عمليات العيون هناك. نفذنا عمليتين ودول 56، ولسه ان شاء الله عندنا عمليات كتير جدا هننفذها الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يكرمكم ويتقبل. وفكره جميله حمله حياتي الطبيه. ربنا يكرمكم أساس السقيا الماء. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا وفقرة الخير اليومية ومؤسسة سقيا الماء. وإحنا طبعا كلنا عارفين أن عمر المؤسسة سنة، لكن هي الحقيقة أنجزت في السنة دي أعمال خير كتير جدا. وطبعا بدأت بالأبار، وكانت رائدة في موضوع الأبار وفي أفكارها، وزي ما قلنا حتى الفكرة الجديدة اللي هي بتاعة الأبار والحنفيات وموتور المية، طبعا فكرة جميلة جدا. ولكن بعدها مؤسسة سقيا الماء اتفرعت في أكتر كمان من فرع من فروع الخير. بالظبط. وانا عايز بس اعلق على حاجه كنت اتكلمت فيها قبل الفاصل، موضوع دار المسنين. احنا كان لسه بيجانا نداء كده من دار المسنين اسمها بيت العيله، موجوده في الجيزه يعني. قالوا لنا تعالوا شوفوا بس اهالينا هناك محتاجين ايه واسمعوا منهم يعني. فانا رحت سمعت من الناس هناك. اول حاجه مدير المقدار كان بيقول لي ان مشكله الناس كلها لما بنيجي نقول لهم اتبرعوا لدار مسنين يقول لك لا انا عايز صدقات وعايز اعمل خير في مكان تاني. فعلا بعد ما اتكلمت يا استاذ دعاء مع الناس هناك، الناس فعلا كل حلمهم يعني. انا بسال واحده من امهاتنا هناك بقول لها قولي لي انت محتاجه ايه عشان نعمله لك، فقالت لي انا عندي زيارتك بالدنيا تعالوا زورونا. انا اولادي جابوني هنا، ومن ساعتها ما حدش ولا جه سال عليا ولا حد جاني. لا حول ولا قوه الا بالله. فهو فعلا الناس دي في اشد الحاجه ان احنا نبص عليهم وان احنا نروح نساعدهم. احنا في المؤسسه دايما بنكون حريصين ان احنا اي مشروع بنعرضه على الشاشه او نقوله للمتبرع بتاعنا بنكون فعلا متاكدين 100% ان الصدقه من وراه كبيره جدا جدا جدا. فالناس دي فعلا محتاجه دعم، والفتره الجايه هنحاول نجدد موضوع تاني دار المسنين ان احنا نروح لاهالينا هناك بزيارات. انا النهارده كمتبرع تقدر تتبرع بمجهودك انك انت تنزل تفرح الناس دي، تقدر تتبرع بالفلوس ان هي نقدر نجيب لهم احتياجاتهم اللي هي الفتره دي احنا بنتكلم في الكورونا محتاجين ادوات تعقيم، محتاجين اكل، محتاجين حاجات كتير جدا هم في غنى ان هو او مش قادرين يوفرها لهم الدار دي. فاحنا على قد ما نقدر نحط دايما ايدينا في ايد بعض عشان نقدر نعمل الموضوع ده. فان شاء الله الفتره الجايه احنا هنعيد تاني موضوع دار المسنين ان احنا نحاول نوجه الناس شويه ان احنا نشوف نساعدهم ازاي يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويتقبل. ونشوف تقرير من تقارير مؤسسه سقيا الماء ومحطه المسين. العمل يا جماعة أيا كان، طالما أنه هو لله سبحانه وتعالى فأجره عند ربنا عز وجل كبير قوي. يعني مهما كان عملك العمل ده طالما أنت بتعمله لله سبحانه وتعالى مهما كان صغير، لكن هو عند ربنا سبحانه وتعالى ليه أجر كبير وعظيم. الله سبحانه وتعالى كما نحفظ جميعا يقول في سورة الزلزلة:
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة دي يا جماعة لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة، وعلى الرغم من ذلك أنت لو عملت عمل قد الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، الله سبحانه وتعالى سيكافئك وسيجازيك عليها. المحطة اللي احنا فيها دي محطة المثاني اللي هي في مطروح، ودي ضمن 5 محطات مؤسسة سقيا الماء قائمة عليها، بتعمل لها رفع كفاءة، بتعمل لها حلال وتجديد، بتعمل لها اهتمام، بتحاول ان هي تخلي المية كافية للناس هنا في المنطقة. يا جماعة احنا كنا صورنا قبل كده في محطة الشماس وقلنا بتخدم حوالي 9000 نسمة غير المصالح اللي حواليها، هنا محطة المثاني بتخدم حوالي 20000 نسمة أكتر غير المصالح والمدارس والمستشفيات والمصالح والخدمات اللي حواليها. انت بقى في مكان زي ده يعني لو حطيت صدقتك هنا مهما كانت يعني قيمتها حاجة كتير، حاجة قليلة، حاجة بسيطة، لكن هي عند ربنا سبحانه وتعالى لها 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 قدر. أحكي لكم حاجة جميلة. امرأة مسكينة دخلت وهي تحمل ابنتين على السيدة، دخلت على السيدة عائشة. السيدة عائشة أعطت للأم 3 تمرات، تمرة لها وكل بنت من بناتها تمرة، كده 3 تمرات. البنتين كل بنت أكلت التمرية بتاعتها، والأم اللي هي بطبعها وبحنانها وبفطرتها شقت تمرتها علشان تاكلها. لما حست إن البنتين استطعموا التمر وعجبهم التمر ما كلتش التمرية بتاعتها، أعطت لكل بنت أو طفلة من أطفالها النص بتاعها، يعني هي ما كلتش التمرية، شقتها بس كانت نفسها تاكلها. إدت للبنتين بعد ما كل واحدة كلت التمرية بتاعتها، إدتها دي نص ودي نص، فأعجبها هذا. فذكرت السيدة عائشة هذا الموقف وهذا الصنيع لسيدنا رسول الله. شوف النبي يقول للسيدة عائشة إيه؟ إن الله أوجب لها بها الجنة. بإيه؟ مش بتمراية ولا بشوال تمر ولا بطن تمر ولا حتى بكيلو تمر، بنص تمراية. أعطت للبنت نص وأعطت للبنت نص. فالنبي قال إن الله أوجب لها بها الجنة. التمراية دي، التمراية على فكرة أنا وزنتها مرة يا جماعة 10 جرام، هتخش الجنة ب10 جرام. فيه مش لازم تحط 1000 و2000، لو تقدر حط. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خلصت زكاة مالك طلع تصدق. ودايما بنقول أي باب خير أنت بتشوفه الله سبحانه وتعالى فتحه أمامك لأنه يريد لك الخير، دلك عليه. فتحت دلوقتي قناة، فتحت فضائية من الفضائيات، شفت خبر حد بعت لك في خير، يبقى ربنا يقول لك خش في الخير ده، ما تخلهوش يفوتك. وايا كان بقى انت مقدرتك عليه، قليل كتير شويه صغير كبير، اي حاجه عند ربك سبحانه وتعالى اجرها عظيم. فلا تجعل ولا تدع هذا الثواب والمحطه دي ومحطه الشماس والابار وصلات الميه خطوط الميه البيوت سكوك النخيل، اي حاجه تشوفها تبع مؤسسه سقيا الماء ضع بصمتك فيها علشان الخير ده ما يفوتكش. بصدقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا مع بعض تقرير رفع كفاءة محطة المثاني. بالظبط، احنا كنا في 2020 كنا اتكلمنا ان احنا معانا في مطروح 5 محطات، ربنا قدرنا وخلصناها السنه اللي فاتت. اول محطه اللي هي شماس،
كنا قلنا ان احنا في السباق او في السباق الخيرات اللي احنا داخلين فيه في المحطات بتاعتنا، لانها بتخدم عدد كبير جدا من الناس، وده هو ده المتابع بيحب يشوفه. زي ما حضرتك شايفه كده الصور دي، هي دي بقى خلاص يعني، دي المراحل بقى بتاعت حفر البير نفسه. وبعد يعني بعد المرحله دي احنا بنقعد 10 ايام بالظبط وتكون المحطه خلصانه. محطه المساني دي الميزه فيها لو هنقارنها بمحطه شماس اللي قبليها، كانت دي بتخدم حوالي 20,000 نسمه، المساني كانت بتخدم حوالي 9,000. بتخدم 20 منطقه، 20 او 10 مصالح حكوميه، بتخدم 3 مساجد، بتخدم 10 مدارس. ففعلا محطه المساني بتخدم عدد كبير جدا من الناس، وكفايه الفرحه بس اللي بتخش في قلوب الناس من المحطات اللي زي دي ومن عدد البيوت اللي بتخشها. فرق ما بين الابار اللي احنا بنعملها في مطروح وبين المحطات، ان انا النهارده في الابار انا بخدم من اسره لخمسه مثلا، بس في المحطه انا بخدم كل اهل القريه وكل الابار اللي موجوده في القريه دي بتاخد من المحطه دي. فالنهارده انا بعرض مشروع مش بس صدقه جاريه ومستدامه، لا دي كمان بتدي انتشار كبير جدا للصدقات بتاعتي اللي انا بحلم بيها. انا النهارده بدفع الفلوس وعايز اكبر عدد من المستفيدين يستفادوا من الصدقه بتاعتي. فانا بقول لك المحطه دي بتخدم 20,000 بني ادم، وهو المفروض الحصص بتاعتهم كل اسبوع بياخدوا حصه. فانا كل اسبوع انا بضمن ان عدد كبير جدا بيشرب من الميه اللي انا كنت سبب بعد ربنا ان احنا نحفر البير بتاعها ونعملها. برضو عشان الناس تبقى فاهمه المحطات دي احنا بنعمل فيها ايه ويعني ايه رفع كفاءه. المحطات دي او في مطروح معروف ان التربه بتاعتها الميه اللي بتطلع هي ميه مالحه. فهم هناك كانوا عاملين بير قبل كده، فنسبه الملوحه في البير كانت برضو عاليه، فالناس بتكون في صعوبه او في مراره في الميه نفسها. فاحنا اتفقنا مع شركه الميه ان انا النهارده انا هعمل بير تاني بعمق اكبر، فمن خلاله اول حاجه هعملها ان انا هزود عدد الميه او هزود نسب الناس هناك من الميه. تاني حاجه هقلل الملوحه اللي في الميه دي. فالحمد لله ربنا قدرنا ان احنا عملنا محطه ودي التانيه، ولسه برضو في محطات تانية. بس انا بقول للناس الحقوا المشاريع دي، فعلا مشاريع يعني الواحد بيتعب عشان يجيبها، وفيها مشاريع بتدي نسبه كبيره جدا من الحسنات لحضرتك. فالارقام موجوده على الشاشه، تتصل بالمؤسسه في اي وقت وهنبدا نديك كل الاستفسارات اللي عند حضرتك يعني دايما. ربنا يكرمكم ويتقبل، وفعلا ارقام المؤسسه موجوده على الشاشه لو اي حد عايز ان هو يتواصل مع المؤسسه. اللي بيتصل بقى ممكن في طبعا ارقام حساب، انتوا عندكم كذا طريقه. احنا اول مندوب. حاجه ممكن رقم الهوت لاين بتاعنا 15664، او بالارقام اللي موجوده على الشاشه حاليا، او عن طريق برضو لما يتصل بيهم يعني بيديله بقى فودافون كاش، بيديله البريد، بيديله البنك، ايا كانت الطريقه اللي هي بالنسبه له سهله بياخدها. عايز المندوب لحد البيت بنبعته، عايز يجي لحد المقر بنبعت له اللوكيشن وبنبعت له العنوان بتاعنا. فهو بكل السبل متاحه للمتبرع بحيث ان هو يكون مطمن وقلبه مطمن للطريقه اللي هو حابب يتبرع بيها يعني. وطبعا اللي بيتصل او المتبرع بيقول لكم هو عايز يحط الفلوس في ايه بالظبط. ده شرط اساسي ان انا لازم اساله مره واثنين وثلاثه عشان اكون حريص ان انا اوجه المبلغ اللي هو بيحطه في المكان اللي هو عايزه. لان احنا برضه هنتحاسب على النوايا دي طبعا. فهو بمجرد ما بيدفع احنا بنساله مره واثنين وثلاثه على النيه بتاعته رايحه فين. ولو حب ان هو ينزل بنفسه بينزل طبعا، يشوف طبعا بنفسه طبعا. تمام. طيب انا بشكرك جدا في نهايه حلقتنا، وربنا يكرمكم ويتقبل منكم. ونسيب بقى مشاهدينا مع اخر تقرير في حلقتنا النهارده وانجاز خير من انجازات مؤسسه سقيا الماء. وصلنا هنا في منشية سعد روبي بجوار قرية كوم وشيم مركز طمية محافظة الفيوم، علشان نشوف احتياجات الناس هنا ايه. المكان ده فيه ما يقرب من 55 بيت محتاجين 55 وصلة مية، كل بيت محتاج وصلة مية، محتاج حنفية. هنشوف دلوقتي حاجة الناس وهتشوف الدنيا على الطبيعة وفي قلب البيوت ومدى حاجة الناس وشدة الناس وطلبهم وانهم عاوزين ولو حنفية مية. يلا بينا. عايشة بقى لي 25 سنة،
هنا في العزبة. عايزة من غير مية، عايزة مية. أنا طالبة عدد مية عشان مية قليلة، ما فيش مية في العزبة قليلة. واللي بيدي مرة ما بيدي ما بيملاش مرة تانية، يعني اللي بيديني مرة مية جركن ولا اتنين ما بيدينيش تاني، وما عنديش حد يملى لي مية. أنا عايزة عداد بس، أنا موصلة مواسير بس عايزة عداد. لو معايا هجيب والله، أنا قاعدة لوحدي وعيالي قاعدين في مصر، محدش بيسأل عليا. بس أنا بقى كبرت في السن، ما عنديش يعني جهد إن أنا أروح المصانع. أنا طالبة وصلة مية بعداد عشان أنا ما بقدرش أشيل الجراكن ولا بقدرش أشيل المية من بعيد ولا حاجة. ربنا يكرمكم ويصلح حالكم ويسترها معاكم دنيا وآخرة. الكرم صفة المؤمن، أن يتعامل بكرم وأن يتعامل بسخاء وأن يتعامل بجود مع الناس. ومن الكرم أن تبادر أنت ولا تنتظر أن يأتيك أحد. هنا في منشية سعد روبي بجوار قرية كوم وشيم مركز طمية محافظة الفيوم، في 55 بيت، البيوت اللي انتوا شايفينها دي بعشش. احنا في أم من أمهاتنا زوجها متوفى، يعني حالها يبكي، حالها يحزن، حالها فعلا تحس بمدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. لما الست تقول لك أنا بقالي 10 سنين بملى بالجراكن من المسجد، أروح المسجد أملى وأرجع، أروح أملى من حتة وأرجع، 10 سنين. اضرب 10 سنين في 365 يوم، أيام وساعات أسابيع وشهور. والست تقوى على المدة دي إزاي؟ يا جماعة أنا المية لو بتقطع عندنا في بيوتنا ساعة ولا ساعتين بنلف وندور حوالين نفسنا. دي يعتبر الست المية أصلاً مش موجودة، يعني مش قطعة والمية مش مقطوعة وهتيجي مثلاً بعد ساعة بعد 5 ساعات هتيجي بالليل، لا، مفيش مية أصلاً لمدة 10 سنين. فمؤسسة سقيا الماء جاية النهاردة عشان ترفع هذا العناء وتمحو هذه المشقة عن كاهل هذه الأم. وخلي بالك إذا كان ده حال أم من أمهاتنا هنا في منشية سعد روبي قرية كوم وشيم مركز طمية محافظة الفيوم، فالخمسة وخمسين بيت اللي معهمش تمن وصلة مية ب3000 جنيه يوصلوها، حالهم زي الست دي وفي ناس أشد. بيديك على الحسن 10 إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. يبقى حسنة جنيه هتطلعه 100 جنيه، هتاخد عليها 10 أضعاف، وبرضو هتاخد في ناس هتاخد 700 ضعف. فما تبخلش، الناس دي محتاجة إنك تقف جنبها، محتاجة إن حد يطبطب عليها، محتاجة إن حد يحنو عليها، محتاجة إن حد يرفق بها، محتاجة إن حد يقولها إحنا معاكم. زي أمنا اللي بتشتكي على مدار 10 سنين بتملى بالجراكن، لازم نوصل لها المية في أقرب وقت ونقول لها إن الناس في مصر فيهم خير، الناس في الأمة فيهم خير، جواهم حلو وقلوبهم حلوة، مش هيخذلوكي ولا هيتخلوا عنك. فده اللي احنا بنراهن عليه وبنناشدكم، ان احنا اي حاجة بنفتحها لكم بنقول لكم ان الناس فعلا محتاجة ان احنا نقف جنبها. اعمل لآخرتك يكفيك الله سبحانه وتعالى امر دنياك. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.